ne me quitte pas. Il faut oublier tout. Excuse-moi, je voudrais aller à la université, mais je sais pas pour les bourses. Vous, vous parlez l'arabe? Oui, vous parlez l'arabe? Souris, t'es souris? À la race, souris. عن جامع الحصن صح؟ يا زلمة أنا عم أقول أول ما شفت وشك قلت وين شايفه وين شايفه عن جامع الحصن؟ هذيك الأيام شو ضربنا وانضربنا. بس على الأمانة على الأمانة أنتوا كنتوا تاخذوا 5000 لما 10000. شو 5000؟ أنت كمان مصدق القصص اللي بيقولوها؟ قصص شو؟ قناة الدنيا. لك شو دخل قناة الدنيا؟ أنت كنت تاخذ من الجوية لما كنت تاخذ من الأمن العسكري. شو دخل الجو؟ أنت شبيه؟ لك شبيه وأفتخر. أنت شو إن شاء الله متظاهر؟ متظاهر وأفتخر. لو أنا أبوك إنجيلي عن القرآن طائفي ما عنا هنا يا شعب تهنى بما حبت وظلم إنجيلي عن القرآن طائفي ما عنا هذا اللي كان يقبض من قطر. هذا هو اللي كان ياخذ حبوب الهلوسة. هاد اللي كان يقبض من الجوية واخر شي صار يغني يحمي معي هالغسالي ما فيني شي حالي انا وياك فرقة رابعة. معناتها انت كيف قاعد هون؟ فهمني كيف قاعد؟ كيف يعني قاعد هون؟ قاعد هون انا مخالف اذا بدك هلا. مخالف ها انت قلت مو مخالف؟ وحياة الرب لاشتكي عليك الحكومة الفرنسية خليني يسفقوك شطة اقلعوك من هون. لك يستر اختك طول بالك، لك البلد ما بينعاش فيها، شو بدي ارجع اعمل؟ لا كهرباء لا مي، الغاز غليان، صرت للبس. لك هلا صرنا سوريين لبعض، يلا قلي سوريين. ايه طبعا سوريين لبعض، اوعك تحكي للحكومة. يستر اختك، شو بدك؟ جدد لك باسبورات رفقاتك، بجدد لك اياهم كلهم. مين عندك من رفقاتك؟ مو عامل لجوء انا بجدد له باسبورات بالسفارة. تمام ممتاز. هلا بما انه رح اجدد الجوازات قديش حتدفعوا فيهم؟ يا حريق امي شيطانك، حتى هون رشوه يفضع عرضه بطعيان ضاع على الرشوه. انتو لك اخي مو رشوه مو رشوه هي، بس بدنا نعيش لعما بدنا ناكل. لك انت ايش بدك؟ بقول لك شغله، لك اقسم بالله انا ما قتلت حدا بايدي. لك انا حتى لما كنت انزل شبح احمل عصاي ارقص فيها، بس بدي مصاري بدي اعيش. ترقص فيها؟ روح انتخب السيسي. وطي صوتك يا زلمه، والله ما حلو بحقنا كسوريين قدام الفرنسيين. والله نحن بنضل سوريين لبعض. لك على راسي والله، على راسي والله السوريين. والله محييك. باليوم بدي اعزمك على غدا. زين شو عاملين؟ شو عاملين؟ شيش برك. شيش برك؟ غير نسيت شي؟ لك مو نسيت، عاملين شيش برك؟ ايه مشتاق لك خيرات الله للاكل. وعاملين قدامها امر الدين. امر الدين؟ نسيت شي؟ لك ما نسيت بس مشتاق لها. وجايبين حزير شو؟ شو؟ تمر. تمر؟ نسيت شي؟ لك لا بس عاملين تمر يعني. يا الله هذيك الايام والله مشتاق لهالاكلات. يلا شرف معناتها لعنا. والله على راسي، بتعرف والله كنت عم فكر جيب مرتي بتتسلى شوي. شو انت متجوز؟ ايه يا محمد حزير شو تشوف؟ انا متجوز ومرتي لهلا كل يوم بتروح على القفي لحالها. لا عم يضيق خلقها، خليها تروح معي. تروح معها مثلا؟ مع مرتي. لك شو رايك تروح على الكاف طريقة تسطر الاوضاع كمان؟ انا فيني في قرايبتي كانت هون بفرنسا، الله يصلحها لما بدي احكي شو يعني. ليش شو كانت تشتغل؟ كانت تشتغل بالسفارة. بس هلا قولي يا تقلي قاتلي حدا بايدها. يا تقلي قاتلي حدا بايدها. كلت مكدوسات جايبين. مكدوس؟ نسيت شي؟ لك ما نسيت بس عاملين مكدوس. شرف شرف. لك شو مشتاق لريحة الفول يوم الجمعة. والله انا ناطف قلبي اسمع صوت الاستيتيه بالشام. لك مشتاق اركب باص القدموس ويحطوا لي فيلم لعادل امام وفجاه الاقي حالي بالحمص. احكي لي احكي لي عن بلدي، احكي لي يا نسيم اللي مارق على الشجر مقابلي، عن اهلي حكايه، عن بيتي حكايه، عن جار الطفوله.